السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج اسمه الجود، وده برنامج ممتاز جدا في شرح الفيزياء وتبسيطها للجميع من أول أطفال لحد ناس الجامعة، لأنه فيه حاجات دقيقة جدا. طيب دلوقتي هندرس مثلا لو أنا عندي كورة وفيها سقوط، طيب عشان ما يوقفهاش الجزء دوت فأعمل سيلكت عليه وأقول له ديليت. طيب هاجي هنا وأقول له إن أنا عايز الكاميرا تتبع السقوط دوت، فهقول له فولو، وهنا في فورس هقول له وريني الفورس بحيث يوريني السكوب بتاعتها، وهلغي من هنا الجزء اللي هو بتاع الاير، مش عايز تأثير للهواء خالص. تمام، وممكن تغير الماتيريال حسب ما انت عايز، مثلا في الوود. طيب وهقول له شو بلوت بحيث يوريني الحسابات بتاعت السكوت، واقول له ابدأ السكوت، فهيبدأ يوريني معدل السكوت زي ما انت شايف بيتزايد بالشكل دوت. طيب هوقف وهبدا اقول له طيب شوف لي بقى موضوع السرعه، وتقدر تتحكم في كميه الهواء والدراسه والويند سبيد زي ما انت عايز والزاويه بتاعتها وكل حاجه. طيب دلوقتي هقول له ابدا، فتلاقي ان السرعه بدات تقل بالشكل دوت. تمام، ليه؟ على اساس ان الهواء بيعمل احتكاك فبيقلل السرعه بتاعت الحاجه. تمام، فدي من ضمن التجارب اللي هي بتاعت جاليليو. لو احنا رمينا ريشة ورمينا كورة من المعدن هيسقطوا الاتنين في نفس الوقت لو انت في مكان ما فيهوش اي هواء خالص. تمام، طبعا تقدر تزود بقى الفيلوسيتي لو انت حابب، وتقدر تقول له حط لي الفاليو وحط لي الكومبوننت، خلينا ندرسها كده من غير ديت، فهتلاقي ان السرعة بتزيد بالشكل ده. برنامج ممتاز جدا، تقدر تشرح بيه حاجات جميلة جدا في الفيلم.